في 2006 والمقاومة في فلسطين في 2007 قد أسقطت مشروع السرق الأوسط الكبير وستسقطه وتقبره إلى النهاية، بطالما هناك صواريخ المقاومة تدك حصون الاحتلال الإسرائيلي، ثم أنها تهدد الاستقرار في العالم لتبني على الشيء مقتضاه بإقامة نظام عالمي جديد تحت شعار أن أمريكا فوق الجميع. نحن نقول أن خيار الشعوب وخيار المقاومة فوق أمريكا وفوق الجميع، ولن يتحقق إلا خيار المقاومة، ولن تحمى إلا بصواريخها في فلسطين وفي لبنان. أيها الإخوة الأحبة، أقول في إطار المواجهة، ما هو المطلوب فلسطينياً؟ نحن صحيح موحدون على صفقة القرن، لكن مدخل الوحدة يجب أن يكون الخروج من مسار أوسلو وفتح الطريق أمام المقاومة بكل أشكالها، وسحب الاعتراف بدولة إسرائيل باعتبارها دولة جريمة حرب ودولة تمييز عنصري، وتفعيل السلاح القانوني والاقتصادي لمحاكمة إسرائيل لأنها دولة مارقة وفوق القانون الدولي، وتدويل القضية الفلسطينية وتدويل قضية الأسرى، والاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة.